من خلال البث المباشر عبر صفحة شبكة أجيال الإذاعية على موقع فيسبوك. هذه مناظرة انتخابية بين القوائم الخمس المتنافسة في انتخابات الهيئة المحلية في بلدية البيرة، ونرحب بممثلي هذه القوائم، السيد عزام قرعان من قائمة صوت البيرة، والسيد ماهر القديري من قائمة البيرة المستقبل، والسيد هشام شكوكاني من قائمة المستقلين، السيد منيف طريش من قائمة الوطن المهنية، والسيد جعفر الطويل يمثل كتلة البيرة الزاهرة. نظام هذه المناظرة يمنح ممثل كل كتلة دقيقتين للإجابة على كل سؤال، وفي النهاية هناك دقيقة واحدة فقط للإجابة على السؤال الأخير. الإجابة تبدأ مع إشارة من مهندس الصوت، سيسمع المتابعون مؤقتا في الخلفية، يعلو صوته في الثواني العشرة الأخيرة للإشارة إلى قرب انتهاء الوقت، وحين ينتهي الوقت سنقوم بإطفاء الصوت مباشرة عن المتحدث. من سيبدأ أولا بالإجابة سيكون حسب قرعة أجريناها قبل الدخول إلى الاستوديو بحضور ممثلي القوائم جميعا. ونبدأ بالسؤال الأول، مطلوب من كل ممثل قائمة وحسب القرعة التي أجريناها التعريف أمام المستمعين والمشاهدين على فيسبوك لايف ببرنامج قائمته والمبلغ المرصود للحملات الانتخابية والتعريف بالمؤهلات العلمية والمهنية لكل رئيس بلدية مفترض. ونبدأ بالسيد عزام قرعان ممثل قائمة صوت البيرة. أولا أشكر إذاعة أجيال على هذه الاستضافة، وتعريف نفسي عزام علي إسماعيل، رئيس قائمة صوت البيرة، خريج جامعة بير زيت إدارة أعمال، عملت لسنوات طويلة في العمل التطوعي في مدينة البيرة، خاصة في مؤسسة شباب البيرة، حيث كنت عضو لفترة تزيد عن 40 عام متواصلة في الهيئة الإدارية في مناصب متعددة، وكنت عضو في المجلس البلدي لدورتين سابقتين، وعضو في مجلس إدارة شركة كهرباء القدس. برنامج صوت البيرة يعتمد بشكل واضح على ثلاثة عناصر: نهضة شراكية نهضة شراكة شفافية، نهضة في كل المجالات في مدينة البيرة، وشراكة مع المواطن والمؤسسات في اتخاذ القرار، ولقاءات دورية متواصلة مع المواطنين ومع المجلس، سياسة الباب المفتوح، وشفافية لمحاسبة رئيس المجلس وأعضائه أمام الرقابة الداخلية، حيث أننا مستعدون للمحاسبة كأي مواطن أمام الرقابة الداخلية في البلدية أو أمام الجمهور في كافة الاجتماعات التي سينظمها المجلس البلدي. وشكرا. شكرا لك سيد عزام قرعان ممثل قائمة صوت البيرة. وننتقل الآن إلى سيد جعفر طويل ممثل كتلة البيرة الزاهرة. بدأ العد. مساء الخير، بداية أشكر لكم دعوتكم لنا على هذا البرنامج، وفي البداية أتوجه لأسران البواسل بكل التحية والاعتزاز على صمودهم الأسطوري، ونتمنى من الله أن يحققوا آمالهم ومطالبهم بالقريب العاجل. أنا جعفر عيسى صلاح الطويل، رئيس قائمة البيرة الزاهرة، درست في الكلية الإبراهيمية عام 85 ولم أكمل دبلوم المحاسبة بسبب الاعتقال، ثم خرجت من الاعتقال وأنهيت إدارة أعمال، بكالوريوس إدارة أعمال واقتصاد من جامعة القدس المفتوحة، والآن أدرس الحقوق في جامعة القدس أبو ديس وعلى مقربة من التخرج. برنامجنا يقوم على أساس التواصل والتماس مع المواطن من خلال الاستماع إلى مطالبه، تحسس مشاكله، التواصل معه بكل ما يتعلق من احتياجاته في بناء عمل المدينة. نحن نؤسس لتنمية شاملة، ونؤسس لرقابة حقيقية، رقابة ذاتية من خلال متابعة القرارات الإدارية عبر المستويات التنظيمية والمؤسسية في البلدية، وكذلك نطمح لنوع من الرقابة الجديدة التي يكون فيها إشراك مجلس من الكفاءات والخبرات وذوي الرأي في البلد، ويكون لهم مهمة رقابية حقيقية تمثل المواطن من أجل النهوض بهذه المدينة. واضح أنه هذه المدينة تستحق الكثير من العطاء، تستحق أن تحتل مركزها الطبيعي. وشكرا.
شكرا لك سيد جعفر الطويل ممثل كتلة البيرة الزاهرة. ننتقل الآن إلى سيد منيف طريش ممثل قائمة الوطن المهنية، تفضل. مساء الخير، شكرا لأجيال لهذا اللقاء. أنا المهندس منيف ربح طريش، عملت لمدة تزيد عن 35 عاما في قطاع الهندسة، كنت خلالها لمدة 30 عاما مهندسا لبلدية البيرة ورئيسا لقسم الهندسة فيها. بعدها عملت في صندوق الاستثمار الفلسطيني كمدير لشركة الريحان ورئيس تنفيذي لمجموعة عمار العقارية. حقيقة برنامجنا برنامج قائمة الوطن المهنية اعتمد في الدرجة الأولى على حواراتنا مع إخواننا مواطنين مدينة البيرة في كافة الأحياء المدينة، وكذلك من خلال مناقشتنا واجتماعاتنا مع مؤسسات المجتمع المدني. فقمنا ببلورة برنامج يلامس طموحات وأماني مواطنين مدينة البيرة، وكذلك يعكس رؤية مؤسسات المجتمع المدني لما تراه هذه المؤسسات من دور للبلدية. البلدية في إطارها الجديد وفي رؤيتنا الجديدة للبلدية بأن البلدية ليست فقط هي مؤسسة خدماتية، وإنما البلدية هي قيادة المدينة في تطوير خطة تنمية اجتماعية واقتصادية وخدماتية. وبناء على ذلك فقد بنينا هذا البرنامج ليتضمن خطة شاملة تشمل تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، وتطوير وارتقاء بالخدمات التي تقدمها البلدية لمواطنيها. كل ذلك كما أسلفت مبني على ما لمسناه من تطلعات وطموحات سواء من الأهالي ومن العائلات أو من مؤسسات المجتمع المدني التي هي جزء لا يتجزأ من هذا النسيج. مدينة البيرة تمتاز عن باقي. عذرا انتهى الوقت، شكرا لك سيد منيف طريش ممثل قائمة وطن مهنية. ننتقل إلى سيد ماهر القديري ممثل قائمة البيرة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكر شبكة أجيال الإذاعية، وكما قال زملائي ندعم صمود الحرية والكرامة لأسران البواسل، وإن شاء الله تنتهي أزمتهم ومشكلتهم على خير بحريتهم وحرية جميع أسرانا في كل مكان في العالم، وبالأخص في الاحتلال الإسرائيلي. بخصوص المهندس موسى جويد رئيس القائمة أو رئيس البلدية المرتقب، هو مهندس عمل لعدة سنوات في بلدية البيرة، وهو ناشط مجتمعي وشبابي من سكان المدينة الأصليين. بداية برنامجنا بسيط، هو شباب، بدنا شباب تشتغل. بنعتمد في كتلتنا على قائمة شبابية مهنية بتهتم بكفاءات شبابية مجتمعية بمختلف نواحي الحياة، منها الإنساني، الاجتماعي، القانوني، المجتمعي. طبعا بداية تشكيل الكتلة عملنا على تحديد احتياجات لمدينة البيرة من مختلف النواحي، منها الثقافية الاجتماعية، من خلال خبرات مؤسسات زميلة إلنا عملت في من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والخيرية والأهلية. تطرقنا لكل هاي النواحي في برنامجنا من خلال الطرق، الإشي الثقافي، الموروث الثقافي، الاجتماعي، الإنساني، اللي له علاقة بإعادة تدوير النفايات الصلبة والتدوير الزراعي لهاي البرامج، وكمان على التخطيط الاستراتيجي وعلى التخطيط الحضري والمدني والتكنولوجيا وكل هاي المجالات. طبعا شبابنا في القائمة بتمثلوا بكل هاي القطاعات والجوانب المختلفة، وعشان هيك احنا اسمنا البيرة المستقبل، بدنا شباب تشتغل. وشكرا. عذرا انتهى الوقت. السيد هشام، السيد ماهر القديري ممثل قائمة البيرة المستقبل، شكرا جزيلا لك. سنعود بعد الإقامة أذان العصر بحسب التوقيت المحلي للمسجد الأقصى المبارك، وسنكون مع السيد هشام مشكوكاني ممثل قائمة المستقلين للإجابة على السؤال الأول. أهلا بكم مستمعينا من جديد، وتقبل الله طاعتكم. ونتابع في المناظرة الانتخابية بين القوائم الخمس المتنافسة في انتخابات الهيئات المحلية لبلدية البيرة، وكنا قد توقفنا عند دكتور هشام شكوكاني ممثل قائمة المستقلين للإجابة على السؤال الأول. تفضل دكتور هشام، بدأ العد.
بداية تحية إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ونقول لهم بأننا معكم حتى النصر. نحن في كتلة المستقلين، مجموعة من الكفاءات المهنية في عدة مجالات مختلفة، بداية في الإدارة، في الهندسة، في الهندسة الصناعية، في التخطيط الاستراتيجي والحضري، في الاستشارات القانونية. عندنا 5 من حملة الدكتوراه في البيئة، منهم في البيئة، وجميعهم مهنيين، بالإضافة إلى بعض الأعضاء الذي لهم خبرة في الحياة المجتمعية وخدمة الجمهور، يعملون في مؤسسات منذ عشرات السنين. يترأس الكتلة الدكتور محمد صرصور، دكتوراه في الإدارة، وهو عمل من الولايات المتحدة الأمريكية، عمل مع عدة مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية، حصل على أفضل إداري في إحدى الشركات التي تضم ما يزيد عن 65,000 موظف، وحصل على كأس جيفرسون في الإدارة. يعني إنسان إداري له خبرات في هذا المجال، وانتدب من قبل منظمة التحرير الفلسطينية واليو أن للقدوم إلى أراضي السلطة الوطنية في حيلها إلى فلسطين، من أجل عمل برنامج تنموي للضفة الغربية وقطاع غزة، وتم عمل ذلك. أيضا يضم هذا الكتلة دكتوراه في الهندسة الصناعية، أنا عندي دكتوراه في الهندسة المدنية، عندي خبرة والكتلة عندها خبرة في إدارة المشاريع وفي شؤون البلديات من خلال دراستنا السابقة، ومن خلال أيضا العمل التي قمنا فيه في 20 سنة السابقة. عذرا انتهى الوقت، شكرا دكتور هشام شكوكاني ممثل قائمة المستقلين. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، وهي أيضا هناك دقيقتان فقط للإجابة عليه. ما هي خطتكم للتخفيف من أزمة السير والاكتظاظ في البيرة، وأكبر مثال على ذلك منطقة الحسبة والبسطات في العديد من الشوارع، وما هي الحلول العملية لديكم لمشاكل عددات السيارات، وما رؤيتكم المستقبلية لوجود مكب نفايات صحي في المنطقة؟ ونبدأ مع السيد جعفر الطويل ممثل قائمة البيرة الزاهرة. بخصوص أزمة السيارات، هذه الأزمة أو أزمة السير والمرور، هذه الأزمة تتعلق في جوانب عدة. ابتداء هي ليست أزمة مدينة البيرة بالتحديد، إنما هي أزمة البيرة وبتونيا ورام الله. يجب أن يتم العمل على التخفيف من حدتها بين الثلاث بلديات من خلال برنامج ومشروع متكامل تتعاون فيه هذه البلديات الثلاث. كذلك الأمر يتعلق الأمر بشرطة المرور، وكذلك يحتاج الأمر إلى عملية توعية شاملة للسائقين والمارة. يتعلق الأمر بالمارة والسائقين الذين يجب إرشادهم وتوعيتهم حول كيفية التعامل في المدينة من حيث المصفات وغيره. موضوع أزمة السير هو موضوع كبير جدا، بحاجة إلى لجان متخصصة تعمل على وضع دراسات كاملة من حيث المواقف، من حيث إعداد جديد ومتطور لشبكات الطرق، من حيث إيجاد طريق دائري يلتف حول المدن الثلاث حتى يتم تخفيف هذه الأزمة. أما بخصوص عدادات المواقف، هذه العدادات أنا باعتقادي أنه برنامج ناجح، لكن بحاجة إلى إعادة برمجة وتأهيل وتوجيه، بحيث أن يتم إعادة موضعة هذه العدادات، وكذلك العمل على إعطاء مجال للعديد من السيارات للتعاطي مع هذه العدادات وتحويل مردوداتها للبلدية، بعيدا عن موضوع التضمين، لأنه بالإمكان الاستفادة من هذه العدادات لصالح البلدية وليس لشركات خاصة. شو كمان عندنا كان؟ عذرا انتهى الوقت، شكرا سيد جعفر الطويل ممثل كتلة البيرة الزاهرة. ننتقل إلى سيد منيف طريش ممثل كتلة الوطن المهني، تفضل بدأ العد. أخت الكريمة، يعني موضوع مشكلة السير والمرور لا شك أنه موضوع شائك، وهو يتعلق بثلاثة قضايا أساسية: يتعلق بالمواطن، بالإنسان سواء كان هذا الإنسان ماشي
أو سائق ويتعلق بموضوع الشارع نفسه، سواء كان هذا الشارع هو الأسفلت أو الرصيف، والموضوع الآخر يتعلق بالسيارة، هل هي سيارة شاحنة أو سيارة باص أو سيارة تاكسي أو هي بسكليت. فبالتالي يجب معالجة هذا الموضوع بثلاثة القضايا الأساسية. للأسف الشديد إحنا عندنا موضوع الشارع، أصبح هذا الشارع ليس شارعا للسيارات، ولا صار الرصيف هو رصيف للمشاة، أصبح الرصيف هو ملك للتجار الذين يقومون بعرض بضائعهم على الأرصفة، وأصبحت المشاة يضطروا لأن يمشوا على الشوارع المخصصة للسائقين. وللأسف الشديد أيضا هناك مجموعة من السائقين لا يقوموا بالالتزام بقوانين السير، ومش بس بقوانين السير، بالقوانين الأخلاقية. وأيضا للأسف الشديد بقول إنه لا ما تزال متابعة الشرطة لتنفيذ قوانين السير أيضا تقتصر إلى الكمال. نحن نطالب وسنعمل على أن يتم تحديد كل عنصر من عناصر اللي ذكرتها سابقا بأنها تكون مخصصة للشخص والإنسان اللي هو من أجله بني هذا الجزء. الرصيف يجب أن يكون مخصص للمشاة، السيارات يجب أن تمشي على الأسفلت، والسائقين يجب أن يلتزموا بالقانون، والبلدية وجهاز الشرطة يجب أن يقوموا بتطبيق هذا القانون لمنع المخالفات ولمنع الإخلال بالأمن. فيما يتعلق بمواقف السيارات، أنا بعتقد أن عددات مواقف السيارات هو مشروع ناجح. عفوا انتهى الوقت سيد منيف تريش، انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى السيد ماهر القديري ممثل قائمة البيرة المستقبل. بداية لا أود أن أضيف كثيرا عن ما قاله زملائي بخصوص أزمة السير. أزمة السير يعني أنا بعتبرها في مدينة البيرة هي في كل مكان في فلسطين، في رام الله، في بتونيا، في الخليل، هي أزمة ثقافة عامة، لأن الناس بتعتبر إنه القانون ضعيف. لذلك يعني من البدايات عملنا في البلدية إن شاء الله هي عمل دورات وتثقيف مجتمعي للسائقين وللمواطنين من خلال نشرات أو وسائل إعلام مختلفة من خلال البلدية، لاحترام وسائل المواصلات المختلفة، إنه المواطن لازم يمشي على الرصيف مش في وسط الشارع. وكمان سيارات النقل الكبيرة الحجم إنها تكون في ساعات محددة. كمان إحنا كبلدية ما عليناش الدور الكبير في هذا الموضوع، لأنه معانا شركاء آخرين مثل المحافظة، وزارة النقل المواصلات، شرطة المرور، المؤسسات الشريكة إلنا اللي بتعمل في هذا المجال، السلام على الطريق وكذا. كمان الموضوع التخفيف من أزمة المواصلات، وكمان أنا برتقي تجارب أخرى في دول تانية، تحديد الأماكن المكتظة داخل حدود المدينة صفر، إنه يكون في عنا إغلاق لبعض الطرق في وقت الذروة، وكمان تخفيف أزمة نقل السيارات الخصوصي أو العمومي، إنها لازم تكون لها مداخل ومخارج معينة في أوقات معينة. بخصوص أزمة العدادات أو برنامج العدادات، هو برنامج متميز، لكن أنا بفضل إنه يكون أو نرتقي إحنا في القائمة، أو إذا كان إلنا نصيب وكنا إن شاء الله راح نكون موجودين داخل البلدية، راح يكون من خلال شركة مهنية تقنية إلكترونية متميزة لاستخدام كل وسائل التكنولوجيا العصرية في هذا البرنامج، لأنه هذا وفر كتير على المواطن وعلى أصحاب المحلات وعلى كل زائر وسائح بدخل المدينة. عذرا انتهى الوقت. سيد ماهر القديري ممثل قائمة البيرة المستقبل. ننتقل إلى دكتور هشام شكوكاني ممثل قائمة المستقلين. تفضل، بدأ العد. نحن في كتلة المستقلين عندنا برنامج بعيد المدى استراتيجي، وبرنامج ما هو يتم عمله والتحضير له في خلال 6 شهور الأوائل. من ضمن 6 شهور الأوائل اللي احنا نملي عمله هو ما تم السؤال عنه حاليا، الأمور المتعلقة بالنظافة والأمور المتعلقة بأزمة السير والأمور المتعلقة بعددات الدفع المسبق. فيما يتعلق في النظافة، نحن نؤمن أنه البلدية هي الشخص أو هي الجهة المسؤولة عن النظافة، أوكي، وليس وزارة الحكم المحلي أو أي جهة أخرى، ونؤمن بالتنسيق بين البلديات الثلاث المحيطة لأنه هذا مكان واحد. الآن حل أزمة النظافة، الجميع يتفق أنه البلد غير نظيفة،
الحل هو التشخيص، أوكي، وأنا أعتقد أنه العمالة الحالية غير كافية والعمل فقط في أوقات الدوام غير كافي، يجب العمل خارج أوقات الدوام، يجب العمل الساعة 12 بالليل، يجب العمل بالنسبة للنظافة خلال 24 ساعة، فممكن أنه نصل إلى حل في هاي مع التوعية طبعا للجمهور، لأنه لا يكفي أنك إن نحن ننظف والجمهور بيوسخ ورانا، دورنا أنه ننظف ولكن دور الجمهور كمان يكون واعي أنه ما يوسخ. فيما يتعلق في أزمة السير، الجميع يتفق أنه في عندنا أزمة سير. شو سبب أزمة السير؟ هو التخطيط الاستراتيجي السابق لم يأخذ في عين الاعتبار النمو السكاني. كيف نحل هذه المشكلة؟ أوكي. وهي أزمة سير أيضا للثلاث بلديات المحيطة عن طريق التنسيق بين البلديات جميعها وعمل كما ذكر زملائي طريق التفافي خارجي عن داخل البلد، ممكن أن يتم حل لأزمة هاي السير. ممكن حلها عن طريق إعادة دراسة الترافيك فلو في البلد، أوكي، وعمل بعض الشوارع في اتجاه واحد. ممكن عمل تضييق الأرصفة وعمل مواقف للسيارات، أوكي. ممكن تنظيم السير بحيث أنه من الساعة وقت الذروة مثلا في الصباح وفي المساء عند الموظفين ما يروحوا على الشغل، الموظفين ما يرجعوا، أنه هذا الشارع يكون ممنوع فيه الوقوف. عذرا انتهى الوقت، شكرا لك دكتور هشام شكوكاني من قائمة ممثل قائمة المستقلين. ننتقل إلى السيد عزام قرعان من قائمة صوت البيرة، تفضل، بدأ العد. بالنسبة لأزمة السير هي أزمة خطيرة، ومع الأسف يعني هذه الأزمة تتزايد، وحلها يتم على ثلاثة مراحل. هناك حل آني، وهناك حل على المدى المتوسط، وهناك حل على المدى البعيد. الحل الآني ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع كافة التعديات على الشوارع والأرصفة، وأيضا وقف دخول الشاحنات الكبيرة إلى وسط المدينة في ساعات الذروة، وكذلك تفعيل دور الشرطة في مخالفة كل من تجاوز قوانين السير، وأيضا ضرورة التأكد من أن المواقف الموجودة اليوم في العمارات الكبيرة تستخدم كمواقف سيارات، وأن تقوم البلديات بمنع تحويلها إلى مخازن للتأجير من قبل أصحابها. وعلى المدى البعيد هناك خطة لإنشاء محطة السلمية للباصات وسوق جملة للمواد الغذائية، وهذه المحطة سوف تخفف الضغط على قلب المدينة. وعلى المدى البعيد هناك دراسة لإعادة لإقامة الطريق الدائري، وهذا الطريق أعتقد أنه سوف يعمل على حل المشكلة. وعلينا أيضا التخطيط للمستقبل لإقامة شوارع كبيرة، يجب التوقف عن إقامة الشوارع الصغيرة، شوارع 8 متر و 10 متر. هذه الشوارع يجب الآن التفكير بعدم إقامة شوارع ضيقة، فهذه أهم يعني الأمور التي أعتقد يجب أن تتم لحل أزمة السير. بالنسبة لموضوع العدادات أعتقد أنهم مشروع ناجح ويساهم في حل أزمة السير، ويمنع البعض استغلال المواقف لفترات طويلة، ويتيح لكافة المواطنين التوقف في قلب المدينة. ربما هناك بعض المواطنين ليس لديهم رضا عن طريقة إدارة هذه العدادات، يمكن أخذ ملاحظاتهم في المستقبل حول هذا الموضوع، وشكرا. شكرا لك سيد عزام قرعان ممثل قائمة صوت البيرة. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث، وأيضا هناك نذكر بأن هناك دقيقتان فقط. السؤال هو: كيف ستطورون قطاع التعليم في المدينة، كون المدارس الواقعة في حدود المخطط التنظيمي لبلدية البيرة التي تتبع لكم من حيث الخدمات والتطوير والبنية التحتية؟ أما الشق الآخر من السؤال فهو: ما هي خطتكم العملية لزيادة وتطوير المساحات العامة والخضراء والمرافق الرياضية بحيث تكون متاحة للجميع وبتكلفة زهيدة؟ نبدأ مع السيد منيف طريش من قائمة الوطن المهني، تفضل. والله أختي الكريمة، أنا نقطة نظام، يعني أنت بتطرحي قاعدة في مواضيع لا يمكن أنه نقدر نجاوب عليها بدقيقتين، ومع ذلك سنحترم قوانين هذه المحطة، ولو أنه هذا الوقت من جانبي، بس أنا بدي أسجل هذه الملاحظة. فيما يتعلق في موضوع التعليم، موضوع التعليم البلديات مسؤولة عن تأمين البيئة الدراسية داخل المدارس فقط لا غير، وإصلاح وتأمين البيئة الدراسية. نحن من جانبنا نقول بأننا سنقوم بتأمين بيئة صحية وبيئة دراسية في جميع المدارس الحكومية، مثل تأمين التدفئة المركزية، مثل تأمين المرافق الأخرى. سنعمل على إنشاء المدارس الصناعية والمهنية حتى نستطيع
استغلال هذه الطاقات الهائلة من الشبابية في إيجاد مهن وتعليم صناعي ومهني يستطيعوا العمل ضمن هذه المجالات وليس العمل في سوق البطالة اللي هو موجود عندنا نتيجة الخريجين اللي بروحوا على الجامعات أو منه تعليمهم الثانوي. أيضا سنقوم بإنشاء مدارس ابتدائية في كل الأحياء حتى يستطيع الطفل السير من منزله إلى مدرسته دون الحاجة إلى تعرضه لمخاطر السير. هذه هي الملامح الأساسية. هناك أيضا مشروع قمنا بطرحه وهو أن يكون هناك في تستغل معظم المدارس لإنتاج الطاقة النظيفة من أجل تخفيف الأعباء على هذه المدارس. أيضا في هذا المجال سنقوم بوضع حراسات على كافة المدارس من أجل أن نتيح لطلبتنا وشبابنا في استغلال المرافق والساحات والملاعب ما بعد ساعات الدوام وفي العطل الصيفية وفي العطل الرسمية. هذا فيما يتعلق بموضوع التعليم. أعتذر انتهى الوقت. شكرا سيد منيف طريش من قائمة الوطن المهنية. ننتقل إلى سيد ماهر القديري من قائمة البيرة المستقبل، تفضل. أنا مع أخوي منيف في كل اللي حكاه لأنه الوقت غير كافي لأنه نجاوب على نقطة من النقاط اللي أنتم بتسردوها، بس كمان زي ما حكى يعني برنامجكم هيك قانونه. بخصوص التعليم نوعي وعصري، يعني حسب دراسات أعددناها في القائمة، مدينة البيرة غنية بالمدارس في كل المناطق وفي كل الأحياء. يعني كمان المدارس الحكومية متميزة في مدينة البيرة، ينقصها بعض التعديلات والتطويرات مثل إدخال التدفئة على هاي المدرسة المدارس اللي هي في الصيف وفي الشتاء، تزويدها بمختبرات حاسوب وما له علاقة برقمنة التعليم، وتخفيف العبء على الطلبة من خلال الكتب الدراسية أو المناهج الدراسية. الصفوف الدراسية متوفرة في معظم المدارس في مدينة البيرة. في بعض النواحي اللي إلها علاقة بعدم ترتيب بناء المدارس في مختلف الأحياء، في بعض المناطق بتوفر فيها كل المدارس من الصف الأول للتوجيهي، وفي بعض الأحياء موجود فيها التعليم الأساسي من أول للتاسع أو من أول للعاشر، وفي بعض الأحياء بس من العاشر للتوجيهي، وهذه سوء إدارة وتخطيط مسبقة. لكن الآن مدينة البيرة ما فيش عندها مساحات في بعض الأحياء لبناء مدارس متميزة. طبعا احنا كمان حسب خطتنا ان شاء الله في القائمة انه احنا مع التعليم المهني والتخصصي كباقي المحافظات، لانه مدينة البيرة بنقصها التعليم المهني والحرفي. كمان احنا بنرى انه لازم يكون عندنا مدارس متخصصة، وحسب اعتقادي أن وزارة التربية والتعليم بداية العام الجديد راح تقر المدارس اللي لها علاقة بالتكنولوجيا متخصصة، راح تكون من الصف العاشر للتوجيهي تعمل على التوجيه. أعتذر انتهى الوقت. سيد ماهر القديري ممثل قائمة البيرة المستقبل، شكرا جزيلا. ننتقل إلى دكتور هشام شوكوكاني من قائمة المستقلين، تفضل. طبعا التعليم حق لكل مواطن، وهذا يعني قانون أممي وقانون دولي معروف. المدارس الموجودة في مدينة البيرة، أنا أفتخر في المدارس الموجودة في مدينة البيرة، ولكن أعتقد إن هي ليس على المستوى المطلوب. الآن خلينا نأخذ مثال، ليش المواطنين جميعهم عم ببعثوا أولادهم على مدارس خاصة؟ ليش مش عم ببعثوهم على مدارس الحكومة أو على المدارس اللي عم بتديرها البلدية؟ فإحنا إذا كان بده يكون في عندنا برنامج، أول شيء بدي أحكي إنه إحنا لازم ننهض في هاي المدارس بحيث إنها تكون أقل ما يمكن في مستوى المدارس الخاصة حتى نرتقي فيها. طبعا لازم نأمن بيئة تعليمية جيدة لجميع الطلاب بما يشمل كافة الأمور، البنية التحتية اللي حواليها، يعني يشمل البنية التحتية، يشمل البنية الداخلية للمدرسة. المدرسة يجب أن يكون فيها تدفئة على سبيل المثال، البنية التحتية حول المدارس يجب أن تكون مكتملة. للأسف أنا نزلت على عين جنان هذيك اليوم في مدرسة إسلامية جديدة، نص ساعة وأنا واقف هناك لحد قدرت أطلع من أزمة المرور. تخطيط للمدارس يجب أن يكون سليم، أوكي. حتى إنه إحنا نبني مدرسة لازم نعملها بنية تحتية مسبقة،
أوكي. ما بيصير أنا أبني مدرسة وحط عليها شارع 6 متر أو 8 متر أو الناس لمنها تنزل تنزل أولادها وتطلع أولادها من المدارس ما تلاقي محل توقف توقف نص ساعة مشان توصل. المدارس لازم تكون قريبة من الأماكن السكنية. تخطيط استراتيجي بعيد المدى إنه كل واحد ما حتى لو كانت المدرسة جيدة واضطر إنه يروح بسيارته ولكن كل الناس عم بتروح إلى المدارس الآن مش زي أيام زمان كنا نحن نروح مشي كل واحد بروح بالسيارة ولكن لازم الفترة الزمنية مشان توصل المدرسة هاي تكون قريبة. هلا فيما يتعلق في الحدائق العامة طبعا الحدائق العامة احنا بنقدر نسوي حدائق عامة في اراضي كتير للبلدية في مناطق سي مسموح فيها انه نعمل فيها حدائق عامة ليش ما نعمل فيها حدائق عامة وفي عندنا منطقة على سبيل المثال منطقة سيدي شبان منطقة سياحية ومنطقة في منطقة سي نعم ممنوع البناء من قبل الاسرائيليين ولكن نحن قادرون على عمل عذرا دكتور هشام شكوكاني من قائمة المستقلين انتهى الوقت شكرا جزيلا ننتقل الى السيد عزام قرعان من قائمة صوت البيرة تفضل. بالإضافة إلى ما ذكره الزملاء ولا أود أن أعيد يعني ما ذكره أود أن أضيف يعني بالنسبة لبناء المدارس أنا ما يهمني إيجاد المرافق المتممة للمدارس يعني أرى اليوم ضرورة إنشاء مدرسة أن يكون لديها ملاعب رياضية مختلفة حتى تكون هذه الملاعب متنفس لكافة الطلبة. أيضا علينا أن نشجع النشاطات اللامنهجية. أنا أعتقد في بناء المدارس الجديدة يجب الأخذ بضرورة وجود قاعة وحتى مسرح صغير حتى نتيح للطالب ممارسة كافة هواياتهم وطموحاتهم وأيضا استغلال هذه المرافق في نشاطات لا منهجية بعد الدوام المدرسي وخلال العطلة الصيفية أن تعمل البلدية بالشراكة مع المؤسسات المحلية لإقامة نشاطات لا منهجية للطلبة في هذه المدارس نشاطات تكون مكملة ومتممة ومتكاملة مع النشاط المدرسي. أعتقد أن هذه الأمور مهمة جدا في خلق وصقل شخصية الطالب ليكون طالب مميز في المستقبل. وأيضا علينا أن نعمل على تطوير المدارس الحالية بقدر المستطاع وأيضا يعني ضرورة اختيار كما ذكر بعض الزملاء مواقع مناسبة للمدارس بحيث لا نقيم مدارس في قلب المدينة ونزيد أزمة المرور في المدينة. علينا أن نختار مواقع مناسبة في أطراف المدينة لأننا كما نعلم عندما يكون هناك مئات الطالبات ويقوم الأهالي بإرسال طلبتهم وإحضارهم من المدرسة يتسبب ذلك في أزمة مرورية فضرورة أن يكون هناك انتقاء مواقع مناسبة للمدارس. شكرا. شكرا لك سيد عزام قرعان من قائمة صوت البيرة. ننتقل الآن إلى السيد جعفر الطويل من قائمة البيرة الزاهرة تفضل. بخصوص موضوع التعليم وموضوع كبير ومتشعب يدخل في طياته كل الأمور التي تحدث بها الإخوة حتى في الأسئلة السابقة. فمثلا على صعيد عندما نتحدث عن جمع النفايات على البلدية أن تراعي أثناء دورتها في جمع النفايات بسياراتها الكبيرة ألا يكون ذلك وقت مغادرة الطلاب وذهابهم إلى المدارس. كذلك الأمر يجب الاهتمام من قبل البلدية بالأوضاع الصحية في المدارس من خلال عملية الكشف والمتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة. يجب كمان على البلدية أن تعمل على جمع ضريبة المعارف من الناس حتى تستطيع أن تطور الخدمات المقدمة لهذه المدارس من تدفئة وغيره. ما يتعلق بموضوع المساحات الخضراء والمنتزهات هذا كمان يتعلق ويدخل في إطار موضوع التعليم أو التربية والتعليم. نحن نجد أن هناك عبارة عن توجه لعمل أو حتى تكون البلد عبارة عن كتلة إسمنتية بلا مساحات خضراء وبلا متنزهات وهذا مما ينعكس على عملية التربية النفسية للطفل لا يجد مكانا يلعب فيه لا يجد مكانا للترفيه وهذا يخلق لدينا جيل متأزم جيل غير تنشئته غير صحية من حيث الصحة النفسية. كذلك الأمر يؤدي إلى بروز العديد من الإشكالات الاجتماعية التي بدأنا نراها يؤدي إلى الانحراف التدخين أمور كثيرة جدا. يجب كذلك الأمر التنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والثقافية لتطوير مستوى التربية والتعليم في ذلك.
توزيع المدارس بشكل يتناسب مع سكان المناطق، حيث نجد أن العديد من المدارس تكون مماركزة. عذرا سيد جعفر الطويل ممثل قائمة البيرة الزاهرة، انتهى الوقت، شكرا جزيلا. ننتقل إلى السؤال الرابع وهناك دقيقتان أيضا للإجابة عليه. السؤال كما يلي: كيف ستدفعون باتجاه تعديل قوانين الحكم المحلي بما يوائم ارتفاع عدد السكان والمركبات والأبنية داخل بلدية مثل بلدية البيرة، علما أن القانون الحالي يساوي إلى حد كبير ما بين المجلس القروي والبلدية في مدينة كبرى؟ نبدأ مع السيد ماهر القديري ممثل قائمة البيرة المستقبل، تفضل. بخصوص تعديل قوانين الحكم المحلي، البلدية ليس لها صلاحيات كاملة بخصوص تعديل هذه القوانين إلا من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة ما بين البلدية والمواطن ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذه المدينة، من خلال لجان الضغط والمناصرة والمساندة والمؤازرة للبلدية لتعديل القوانين هاي، من خلال متخصصين ومهنيين يعملون في تطوير المدن وتخطيط استراتيجي بعيد المدى لتأثير هذا الخطط على سكان المدينة وعلى المباني السكنية والنقل والمواصلات والمساحات الخضراء والتعليم والقطاع الثقافي. كل هذه المجالات تعمل سويا من خلال اللجان الأحياء المشكلة والفاعلة المناصرة والمؤازرة والمساندة للبلدية وللمواطن من أجل تعديل هذه القوانين الموضوعة من الحكومة أو من وزارة الحكم المحلي للنهوض بواقع المدينة والارتقاء بها لتواكب المدن الموجودة على مستوى الدولة الفلسطينية وعلى الدول المجاورة وعلى مستوى الدول العالم. لذلك نحن سعينا ونسعى إن شاء الله لتفعيل أو تشكيل لجان أحياء فاعلة إلها دور خلاق بناء تآزر عمل البلدية في كل المناطق والأحياء، وليس لجان أحياء هو الصورية تم تعيينها أو تم اختيارها من قبل البلديات أو المجالس السابقة، لأنه المواطن هو أدرى بهاي المناطق وهاي الأحياء لأنه هو اللي ساكن داخل هاي المناطق، وليس البلدية أو أعضاء المجلس البلدي اللي ممكن يكونوا في منطقة واحدة أو في منطقتين وتهميش باقي المناطق اللي مقتضى بالسكان زي منطقة أم الشرايط وبعض الأحياء. عذرا سيد ماهر القديري، انتهى الوقت، ممثل قائمة البيرة المستقبل شكرا جزيلا. ننتقل إلى دكتور هشام شوكوكاني ممثل قائمة المستقلين، تفضل. شكرا. العلاقة بين وزارة الحكم المحلي والبلدية، طبعا البلدية هي جسم اجتماعي أو مجتمعي يقدم خدمات للبلدية للمواطنين، ولكن هاي الخدمات هي لها علاقة بالقانون العام والقانون الذي يربط العلاقة بين الحكم المحلي والبلديات. أنا أرتئي إنه هاي العلاقة بين الحكم المحلي والبلدية هي يجب أن تكون علاقة شراكة، ويجب أن تكون علاقة رقابة، وليس أن يتم الطلب من وزارة الحكم المحلي دائما موافقات على كل صغيرة وكبيرة. يجب أن يتم تعديل هذا القانون بحيث يمنح البلدية صلاحيات أعلى من الموجودة. إحنا نعلم في قوانين ونحترم القوانين الموجودة في البلد ونحترم تطبيقها، وهي قوانين سنت من قبل جهات سابقة ومن عشرات السنين. يجب تشكيل لجان مختصة في هذا المجال من أجل إعادة النظر ودراستها، ولجان لها القدرة على إعادة النظر في هذا المجال من أجل تحديد العلاقة المباشرة بين البلدية وبين وزارة الحكم المحلي، بما في ذلك يؤدي إلى المصلحة العامة وإلى التطوير وتنمية الخدمات في البلدية. شكرا. دكتور هشام شوكوكاني ممثل قائمة المستقلين، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى السيد عزام قرعان من قائمة صوت البيرة، تفضل. يعني أولا أختي، ما فهمت أنك سألتي كيف تدفعون بتعديل القوانين، أليس هكذا كان سؤالك؟ يعني كيف ستساهمون بتعديل القوانين؟ تفضل. بدون شك نحن لنا رؤية في تعديل هذه القوانين، وبرأيي يعني القوانين القائمة خاصة بالنسبة لقوانين التنظيم والبناء بحاجة إلى تعديل حتى تتماشى مع البيئة الحالية في المدينة. يعني هناك يجب أولا إعادة دراسة المخطط الهيكلي للمدينة بشكل جيد، ثانيا يجب مراعاة
خيارات، هل نستمر في البناء العمودي المرتفع ونقيم العمارات أم نتجه إلى البناء الأفقي؟ وعلينا أن نختار حول هذا الموضوع. كمية الأراضي، مساحة الأراضي الموجودة في البيرة بسبب مصادرة الإسرائيليين والاحتلال ومنع البناء في قسم كبير يفرض على المدينة الاتجاه إلى البناء العمودي، والبناء العمودي يسبب في العديد من المشاكل، فتقام بنايات كبيرة ولكن الشوارع الموجودة بجانبها هي شوارع صغيرة، فبالتالي عندما يكون حتى هناك مواقف سيارات هذه المواقف لا تعمل. فهذا الموضوع بحاجة إلى مراجعة وضرورة دراسة كل منطقة حول إقامة الأبنية فيها. برأيي يجب يعني حتى مدينة البيرة تصنيف أماكن يجب عدم إقامة فيها أبنية عالية حتى نحافظ على عدم تضخم أزمة المرور. ثانيا يعني أنا بقول يجب أن الحكم المحلي أن يعطي هناك مجال للبلديات باقتطاع جزء من الضرائب لدعم المؤسسات الخيرية والاجتماعية والرياضية في المدينة، إذ لا يجوز المجلس البلدي حسب الأنظمة الحالية يمنع من تقديم مساعدات لهذه المؤسسات التي تعتبر أحد أذرع المجلس البلدي وتشكل يعني نشاط مهم. عذرا سيد عزام ممثل قائمة صوت البيرة، انتهى الوقت، ننتقل إلى سيد جعفر الطويل ممثل قائمة البيرة الزاهرة، تفضل. يعني أنا أعتقد أنه هيئات الحكم المحلي تعتبر في القانون هيئات مستقلة إداريا وماليا، لها من الاستقلال الإداري والمالي ما يمكنها من ممارسة دورها بشكل يستطيع أن ينفذ برامجها. وأعتقد أن الوصاية من قبل الحكم المحلي تكون دائما بقانون ومحددة بقضية معينة ويجب ألا تتجاوزها. هذا الأساس المعروف في كل العالم، وأعتقد أنه حتى تستطيع البلديات أن تمارس دورها ومهماتها يجب أن يبقى دور الحكم المحلي دور توجيهي، لأنه إذا كان هناك قرار إداري صادر عن البلدية حتى لو تطلب المصادقة من قبل الحكم المحلي، فأنا كمواطن إذا كان هذا القرار بمسني أنا سأتوجه للمحكمة ضد البلدية وليس ضد الحكم المحلي. بالتالي للبلديات دور أكبر وأوسع مما هو موجود عندنا، على اعتبار أنها هيئات مستقلة إداريا وماليا تستطيع كما تفضل أخي عزام أن تضع في ميزانياتها وتخصص لدعم المؤسسات، لأن العلاقة ما بين البلديات والمؤسسات علاقة تكاملية. إذا ما في أنشطة لهذه المؤسسات، ما في دور إلها، ستبقى المدينة بلا نهوض وبلا تطور وبلا تنمية. تطوير أو تغيير أو تعديل القوانين والأنظمة، ابتداء نحن لدينا قوانين تعدل من خلال المجلس التشريعي، وكما هو معروف المجلس التشريعي معطل، بالإمكان التنسيق مع وزارة الحكم المحلي وإصدار أنظمة ولوائح تستطيع أن تسهل وتساعد في تنفيذ البلدية لدورها الكامل في نشاطها. وشكرا. سيد جعفر الطويل ممثل قائمة البيرة الزاهرة، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى سيد منيف طريش ممثل قائمة الوطن المهنية، تفضل. يعني الحقيقة هذا اللي بتطرحيه هو تعديل في المفاهيم. للأسف الشديد ما زال لدينا مفهوم البلديات وليس مفهوم الحكم المحلي. طرح اسم الحكم المحلي ولكن هذا الاسم هو شكل بلا مضمون، بمعنى أنه لا تزال القوانين الموجودة التي تحكم علاقة البلديات مع وزارة الحكم المحلي هي نفس العلاقة التي كانت تحكم البلديات مع وزارة البلديات والشؤون القروية أيام الحكم الأردني. وبالتالي يجب علينا أن نغير من الفلسفة ومن النمط السياسي لهذا الموضوع. إذا كنا نسعى لإقامة حكم محلي فيجب على الحكم على الهيئات المحلية أن تحظى باستقلالية تامة وأن يكون دور وزارة الحكم المحلي فقط هو دور رقابي. هذا الموضوع يحتاج إلى تشريع، والتشريع كما تعرفين هو معطل الآن بسبب الظروف السياسية. لكن
أنا أطالب بأن تكون هناك في أنظمة، يعني في قوانين موجودة، لكن ممكن تكون في أنظمة خاصة بكل بلدية بحيث إنه النظام يعالج المشاكل الخاصة بكل بلدية. مش كل البلديات زي بعضها البعض، ولا كل البلديات مشاكلها زي بعضها البعض. يمكن عمل أنظمة خاصة بكل بلدية يتم التصديق على هذه الأنظمة بمضمون القانون الساري المفعول، بحيث يتم معالجة القضايا الجزئية التي تعاني منها كل بلدية. أول قانون يجب أن يتم معالجته قانون الانتخاب. لا يجوز قانون الانتخاب القوائم المغلقة التي يتم الآن هاي الحملة الانتخابية عليها، يجب العمل على تعديل هذا القانون بحيث يتم تعديله بصورة كبيرة جدا، وأن يكون الصوت لكل فرد، وأن يتم انتخاب المجلس البلدي من كل القوائم وليس بنظام القائمة المغلقة. عذراً سيد منيف تريش ممثل قائمة الوطن المهنية، انتهى الوقت. ننتقل الآن إلى القسم الأخير من المناظرة، أو إلى السؤال الأخير. هناك دقيقة واحدة لكل ممثل قائمة انتخابية ليقول كلمة ختامية في نهاية هذه المناظرة، ونبدأ مع دكتور هشام شوكوكاني من قائمة المستقلين. تفضل، معك دقيقة، بدأ العد. أنا بدي أقدم وعدات، رغم أنه أنا الوعدات لا أؤمن فيها. أنا بقول أنه الواحد لازم ينظر، الناخب، أنا بخاطب الناخب والمجتمع، أنه لازم ينظر ما عملناه سابقا. إذا قدرنا نعمل شيء جيد فإحنا بنقدر نعمل شيء جيد في المستقبل. إذا خططنا في السابق سيء فنحن الآن سوف نقوم أيضا، لن نستطيع أن نخطط للمستقبل. الرجل القوي بحيط نفسه برجال أقوياء. أوكي، رايحين نوعد البلدية. على سبيل المثال شغلة بسيطة، أنا استغربت البلدية فيهاش واي فاي. واي فاي ما فيش في داخل البلدية، حتى في قاعة البلدية. فنحن راح نعمل مثلا على أنه يكون في عنا واي فاي. أوكي، هذا أقل. الموظف في البلدية هو أغلى ما نملك. إذا كان الموظف قوي راح نكون إحنا أقوياء، وعشان هيك وإذا كان ضعيف راح ننمي الموظف، راح نعطيه دورات تنموية، راح نعطيه دورات متخصصة في مجالات مختلفة حتى إنه يوصل. عذراً دكتور هشام شوكوكاني، انتهى الوقت. شكراً جزيلاً. ننتقل إلى السيد عزام قرعان ممثل قائمة صوت البيرة، تفضل، معك دقيقة. أنا أقول لمواطني بلدية البيرة، سأعمل على استغلال كل موارد البلدية من أجل تقديم خدمات بلدية أفضل مما تقدم الآن. أنا أقول لمواطني بلدية البيرة، لن أستمر في سياسة من سبقني بإيداع أموال البلدية كمحفظة مالية. سأعمل على استغلال كل أموال البلدية في تطوير المدينة من بنية تحتية ومشاريع استثمارية. أقول للمواطنين في مدينة البيرة، سأفصل بين المصالح الخاصة والمصالح العامة. لن أسمح لأي أحد أن يستغل موقعه الوظيفي في البلدية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب موقعه الوظيفي. وأدعو كل مواطن للمشاركة في الانتخابات من أجل التغيير. سيد عزام قرعان ممثل قائمة صوت البيرة، انتهى الوقت. شكرا جزيلا. ننتقل إلى سيد جعفر الطويل من قائمة البيرة الزاهرة، تفضل، معك دقيقة. نحن في قائمة البيرة الزاهرة نقول أننا عازمون على التغيير، عازمون على إنصاف الموظفين وإعطائهم حقوقهم، عازمون على اجتثاث الفساد والترهل الإداري في البلدية، عازمون على بناء مدينة متطورة تليق بمكانتها كمدينة مركزية، عازمون على تقديم أفضل الخدمات للمواطن، عازمون على التواصل والتنسيق مع المواطن على الأرض في الأحياء في المساكن، والسماع لهم وتحسس مشاكلهم واحتياجاتهم. وشكرا. سيد جعفر الطويل ممثل قائمة البيرة الزاهرة، شكرا جزيلا. ننتقل إلى سيد منيف طريش ممثل قائمة الوطن المهنية، تفضل، معك دقيقة. أختي الكريمة، مدينة البيرة عزيزة على قلوبنا جميعا، ومواطنيها أيضا غاليين علينا، ولذلك مدينة البيرة هي مدينتي ومدينتكم جميعا. نطمح لأن نرى هذه المدينة بأن تكون مدينة العيش الكريم لشيوخها، ومدينة العيش الرغيد لشبابها، ومدينة المستقبل الواعد لأبنائها. إذا وضعنا هذه الرؤية
سنقوم بوضع الآليات لتطبيق هذه الرؤية من خلال البرامج ومن خلال المشاركة الفعالة ما بين البلدية وموظفين البلدية الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، وأيضا مع لجان الأحياء والمجالس الاستشارية المتخصصة التي سنقوم بتشكيلها من أجل مراقبة أعمال البلدية ومن أجل دعم وإسناد البلدية في تطبيق برامجها المستقبلية إن شاء الله. شكرا لك سيد منيف طريش ممثل قائمة الوطن المهنية. وننتقل ختاما إلى السيد ماهر القديري ممثل قائمة البيرة المستقبل، تفضل معك دقيقة. قائمة البيرة المستقبل قائمة رقم واحد، قائمة الشباب، لأن المستقبل الأفضل حتما لمدينة البيرة بشبابها وشاباتها وأهلها الطيبين. نظرنا أنفسنا في هذه المدينة التي نحب جميعا من سكان هذه المدينة من لاجئين ومغتربين وأصليين مدينة من البيرة من كفاءات مهنية، أن نكون وسنعمل في تكامل مع المجلس البلدي وموظفين البلدية ومؤسسات المدينة وجمعياتها ومواطنيها على العمل في جميع المجالات الثقافي الاجتماعي الإنساني الخيري المهني التطويري التكنولوجي. قائمة رقم واحد قائمة البيرة المستقبل، نتمنى أن تصوتوا لنا جميعا. شكرا لكم. السيد ماهر القديري ممثل قائمة البيرة المستقبل، شكرا جزيلا. بهذا متابعينا عبر الهواء مباشرة ومن خلال البث المباشر عبر صفحة شبكة أجيال الإذاعية على موقع فيسبوك، نكون قد وصلنا إلى نهاية المناظرة الانتخابية بين القوائم الخمسة المتنافسة في انتخابات الهيئة المحلية لبلدية البيرة. نشكر السيد ماهر القديري ممثل قائمة البيرة المستقبل، ودكتور هشام شوكوكاني ممثل قائمة المستقلين، والسيد عزام قرعان ممثل قائمة صوت البيرة، والسيد جعفر الطويل ممثل كتلة البيرة الزاهرة، والسيد منيف طريش ممثل قائمة الوطن المهنية. ونتمنى التوفيق للجميع، ودمتم في رعاية الله وحفظه متابعينا، وإلى اللقاء. مدى خلت كل شيء غير شكل، انترنت غير شكل، مدى تي في غير شكل، والحملات غير شكل.